تعالى اقول لك ازاي تروح حديقه الحيوان بالاسكندريه. اولا الحديقه موجوده في عزبه سعد في سموحه، ومواعيد العمل من 9 صباحا ل5 مساء، وسعر تذكره الدخول 5 جنيه. والجو هناك بيبقى تحفه ومثير جدا ورائع، خصوصا ان احنا في فصل الصيف. وايه الحيوانات بقى الموجوده اللي احنا هنشوفها لما نروح؟ ده طبعا جنجل زو، كانت سعر تذكره 25 جنيه، تقدر تبكي الحيوانات الاليفه. وهنا طبعا بيت القرود او النسانيس اول ما دخلنا الحديقه، وهنكمل مع بعض ونستكشف مع بعضينا. وطبعا الحديقه موجوده قلنا في النزهه في عزبه سعد في سموحه، منطقه سموحه. طبعا الحديقه كبيره جدا وجميله، والمميز فيها ان موجود جنبيه حديقه الورد وحديقة أنتونيادس، ده طبعا الحمار الوحشي أو الغزال، مش فاكرة كان، لا ده غزال متلعش حمار سوري. وطبعا مكملين مع بعضينا، ده اللاما، ولا طلع حمار ولا طلع غزال، طلع لاما. وطبعا الحديقة مبنية على مساحة 24 فدان، وتعد من هي ثاني اكبر حدائق بعد حديقه الجيزه. يعني حديقه الجيزه اكبر من حديقه اسكندريه، وحديقه الجيزه حاليا مقفوله لان بيها تطوير، وهتقعد سنه وان شاء الله نشوفها اجمل واوسع واحلى من الاول. طبعا هنا الكاريتا والبرج، البرج ده بيلف طبعا، والسعر بتاعه 5 جنيه سعر اللفه. ودي الكاريتا معانا، سعر برضو الركوب برضو ب5 جنيه، ممكن تصوروا الاولاد فيها. وده البرج اهو، حبيت اصوره لكم، شكله طبعا جميل جدا، وتقدر من خلاله تشوف حديقة الحيوان كلها من فوق، والبرج بجانب الملاهي. وهنا النعامة اهي، جميلة جدا. طبعا الحيوانات الموجودة معانا نعام واسود ونمور ودب اسود ودب الهيمالايا. وهنا كنا داخلين على الملاهي نستكشفها مع بعضينا ونشوف ايه اللي موجود. طبعا اول ما بنخش اهو، سعر اللعبة 10 جنيه ل5 جنيه، طبعا اسعار جميلة جدا. اكتر سعر او اغلى سعر كان 15 جنيه للعبة الواحدة. دي طبعا لعبة السلسلة هي كانت شغالة، كل الالعاب معانا شغالة. ودي عربيات جميلة كده بتلف حوالين بعضيها، زي ما احنا شايفين هي تنفع للكبار والصغار مش اطفال بس، يعني الملاهي كاملة متكاملة، تنفع للكبار او تنفع للاطفال. لعب ولادك وفرحهم. وطبعا في الصيف وفي المصيف احنا بندور على خروجة غير البحر، فطبعا انصحك بانتونيادس او حديقة الحيوان. وفي اماكن كثيرة في عزبة سعد نقدر نروحها ونستكشفها ونقدر نخرج فيها غير البحر. طبعا الاماكن الموجودة معانا في عزبة سعد اللي ممكن نقدر نروحها جرين بلازا، ونادي نادي اصحاب الجياد، ونادي سموحة الرياضي، وامبيرو كافيه، مطعم المقام، وسنترال بارك. طبعا دي كلها اماكن نقدر نروحها في سموحة، غير حديقة الحيوان، غير حديقة انتونياديس، غير حديقة الورد. كل دي أماكن. هنا جبلية القرود كنا داخلين نشوفها، الجبلية موجودة بجوار الملاهي. طبعا وانت رايح ما تنساش تاخد فول سوداني وموز علشان توكل القرود، وتستمتعوا بالزيارة اكتر، وتفرحوا الاولاد طبعا هما بيوكلوا الحيوانات. وبعد الجبلية هنخش على منطقة الاسود او بيت الاسود. وطبعا عايز تستمتع باليوم، ابعد عن الاجازات اللي هي الخميس والجمعة. طبعا باقي ايام الاسبوع بيبقى الجنينة رايقة وهادية والعدد قليل، وتقدر تستمتع باليوم كله، تقدر تقعد فيها من 9 صباحا. وهنا كنا داخلين على لعبة الساقية. طبعا لعبة الساقية دي للأطفال بس، مش هينفع الطفل يركب لوحده، لازم حد يركب معاه للأمان. وطبعا سعر الفرد برضو كان 15 جنيه، حاجة لا تذكر، غير المعمورة. طبعا المعمورة ملاهي أكبر من كده، هسيب لكم الفيديو تحت تقدروا تتفرجوا عليه. وطبعا زي ما احنا شايفين دي لعبة الفيل اللي بيحبوها طبعا الأطفال الصغننين 4 سنين و5 سنين. دي العربيات التصادمية أو عربيات السباق. طبعا المنطقة الملاهي موجود فيها لعب كثيرة جدا وجميلة جدا، وتناسب الأعمار كلها.
ودي لعبة النحلة اهي، كانت برضو ب10 جنيه. طبعا الألعاب كلها جديدة وكتيرة، ومعنا مراجيح. الله على اللعبة دي، كانت برضو جميلة جدا ومثيرة، تنفع للبنات والشباب. ويلا مكملين مع بعضينا لحد آخر الحديقة، هنشوف ايه الحيوانات الموجودة وايه اللي احنا شفناه، وازاي تقدر تستمتع بيومك كله داخل الحديقة وما تزهقش منه. طبعا احنا موجودين في فصل الصيف، وفصل الصيف طبعا بيحب الخروجات الكتيرة ويحب تغيير الجو. وهنا فراخ وديو كروني زي ما احنا شايفين. عفوا. وحيوانات أليفة، وحمام، بط. طبعا ممكن أطفالك يخشوا يأكلوهم من جوه، من على قرب زي ما احنا شايفين. ده طاووس كان شكله جميل جدا. طبعا لو ملحقتش حديقة الحيوان حاليا بتاعت الجيزة، طبعا حديقة الحيوان اسكندرية مفتوحة طول أيام الأسبوع من 9 صباحا ل5 مساء. فسحة سعيدة. ومكملين مع بعض، طبعا هصورها لكم على قد ما اقدر. طبعا مش هصور ال24 فدان اكيد، بس انا صورت على قد ما قدرت، او على قد ما استكشفت، لان انا كنت داخلة انطونيادس، بس قلت حديقة الحيوان قبل ما تقفل. كنت رايحة الساعة 12، وقعدت فيها حوالي ساعتين، لاني كنت جاية من القاهرة مصيف، فحبيت استمتع بالوقت كله. ده هنا بيت الاسود اهو. طبعا الحيوانات هنا حديقة الحيوانات بتاعت اسكندرية هنلاقيها كلها جنب بعضيها، عكس حيوانات القاهرة. في القاهرة بنلاقي بيت الاسود، بعديه بشوية بيت الدببة، بعديه بشوية بيت النمور، بعد كده الجمل. فطبعا حيوانات القاهرة بتبقى كل حيوان في ناحية، انما حديقة الحيوان بتاعت اسكندرية بتبقى الحيوان كلها جنب بعضيها، فتقدر طبعا تشوف اكبر عدد ممكن من الحيوانات، وتقدر طبعا تستمتع باليوم كله. طبعا ده غير انك هتاخد العجلة، هتاخد الكور، هتاخد لعب لولادك، هيتفسحوا، هتاخد اكلك، هتاخد شربك، هتاخد البيبسي، هتاخد الحاجات بتاعتك من البيت. يعني الفسحة مش مكلفة غير 5 جنيه اللي انت بتدفعها من على البوابة. هنلاقي هناك متحف التاريخ الطبيعي، وده موجود فيه حيوانات متحنطة. هنلاقي ورد وجناين، هنلاقي دببة، هنلاقي طاووس زي ما احنا شايفين، هنلاقي بغبغان. طبعا بغبغان ده ينفع تمسكه او تتصور بيه، ينفع تلعب معاه الصور، وينفع توكله كمان. هنلاقي حاجات كتير، يعني هنلاقي أنشطة كتير وحاجات كتير مفيدة. هنا كنا بنسلم عليه او كنا بندعي عليه علشان يردد الكلام ويدي عربيات كهرباء. دي بقى باللفة، سعر اللفة 25 جنيه. للأسف دي اكتر حاجة ضايقتني في الحديقة، لانها غالية جدا، لان بره بالوقت، يعني بره بالتلت ساعة او بالربع ساعة بتاخدها بالوقت او بتأجرها بالوقت، لكن هنا باللفة طبعا غالية وما عجبتنيش بصراحة. هنا كنت بوريكم قد ايه الجو كان جميل. على فكرة ده يوم حد مش يوم جمعة.
فيوم الحد السبت اتنين تلات تقدر تستمتع بالحديقة كلها وبجوها وتلاقيها رايقة كده وجميلة. انما باقي الاجازات بتبقى زحمة شويتين تلاتة. يلا بينا هنشوف مع بعضينا ايه اللي هنلاقيه ونستكشفه مع بعض. وهنا ده جمل اسيوي كنا رايحين نصوره. وهنلاقي جنب الجمل اهو قربت لكم منه علشان تشوفوه. هنلاقي جنبيه جمل سيد قشطة، هنلاقي البجعة، هنلاقي اهو حصان. الحصان ده برضو باللفة، اللفة كان ب5 جنيه، ينفع طفلك يركب عليه كده وتاخده لفة كده جوه. يعني هو الولد ده كان شغال على الحصان ان هو لو عايز تاخد ابنك لفة ولا حاجة هو ايه متطوع، يعني اللفة ب5 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا. كان جميل جدا يعني. ودي الغزالة. وهنلاقي كمان جنبيها دلوقتي نعامة. هنلاقي كل الحيوانات جنب بعضها. دي احلى حاجة ان هي بتوفر عليك الوقت. وهنا اهو منجل اهو. وهنا كنا وصلنا